السلام عليكم متابعين قناة مكتب عالم الأسواق. اليوم عندنا فيديو جديد وهو تأسيس السقوف المغربية مثل ما جاي تشاهدون. نأسسها برايمر بعد ما معجناها وحفيناها. هنا جاي يحفون معجنة والسقف الجاينات وجاي يحفون. هنا الأسطى والأخ العزيز عزيز الأحمدي جاي يأسس للسقف. عزيز هاي شنو من مادة جاي تأسس بيها؟ برايمر. جوتن برايمر أبيض يتأسس السقف بعد ما يتمعجن وينحف. يتأسس برايمر أبيض وبعدين تقدر تشتغل عليه الألوان اللي تريدها. أيوة تريده حتى تبقي أبيض هم عادي أو تصبغ الألوان اللي تريدها. هاي السقوف ديكورات مغربية، سقف جبسن بورد مغربي. وهاي هنا سحبات يصير بها لوحات بعد كيف الصباغ هو شو يسوي بها يسوي. هنا قاعد معجنون. طبعا اي مشكله عندكم او اي استفسار تقدرون تكتبونا بالتعليقات او مشاكل عندكم عن بعض الاصفار او طريقه خبط او فد شيء، بس كتبونا بالتعليقات نحاول نخلي لكم نصور لكم فيديو عليهم ونحاول نرد على الاسئله البسيطه والصعبه نسوي عليها فيديو وننشر لكم. ما يكون خاطركم الا طيب.